السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي بنشوف مع بعض اللي هو اليو اس بيب وجوه حاجه اسمها بريماس. وهنا ممكن ابلكيشن دي اغلب البرامج اللي شغاله معايا تدوس عليه واحد فيهم تجربه. مثلا عندنا شات نقدر نتناقش مع اعضاء الفريق، ممكن نعمل ميت في كالندر. ميت ده عامل زي زوم في كالندر لو عايز تنظم الشغل بتاعك. دي الملفات بتاعتك. طيب لو دوست مثلا على المعماري بيبدا يفتحه لي بحيث ان انت تشوفه على الانترنت لاين على المتصفح من غير ما اضطر ان انت تسطب اي برامج خالص. فيبدا المبنى يظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تعمل زوم وهتلاقي ادوات مثلا تعرف تخفي الحاجات، تقدر ان انت تقيس، تقدر ان انت تشوف الحاجه كانك مثلا شخص موجود هنا اهوت. دي احدى المشاريع اللي احنا كنا شغالين فيها. تقدر اي عنصر تعمل عليه سيلكت وتشوفه. كنا اتكلمنا قبل كده على البراوزر، في شويه امكانيات حلوه بحيث ان انت تقدر تخفي حاجه تظهر حاجه بالشكل دوت. تقدر تعمل زي حصر، هنا في داتا مانجمنت موجوده تقدر تصدر الحصر بتاعها لملف اكسل، فانت كده اخدت حصر كل العناصر اللي موجوده. اوكي داونلود نسيف ونفتح الملف. نرجع للموقع الاصلي البريميتم ونقول له شير. نقدر نشير الملفات ديت مع اي شخص احنا عايزينه. نقدر نعمل فولدرات عشان ننظم الشغل. نقدر نعمل ابلود للملفات. نقدر نبدا ملف جديد. نقدر نعمل مانج للورك سبيس بحيث ان احنا ممكن في حاجه مثلا نلغيها، في حاجه عايزين نضيفها. ده اليوزر مانجمنت لو انت عايز تضيف ناس للمشروع. هنا ممكن تشوف الشات، تقدر هنا كالندر مواعيد. بالشكل دوت بحيث ان انت تشوف ايه الاجتماعات اللي موجوده في الاسبوع دوت خاصه بالمشروع دوت. وتقدر تضيف اجتماع معين، تقدر تدوس على اي يوم بحيث ان انت تحدد الاجتماع اللي جاي هيبقى امتى. وتقدر تشوف الزوم هنا، يعني تقدر تحط بقى ايه المواعيد بتاعتك، الميتنج التاريخ ويوم ايه والساعه كام. ممكن تقول دي تحدد الساعه اللي انت عايزها. تكتب ديسكريبشن، تحدد هنا الميت لينك. عندنا هنا الميت لينك بحيث ان انت لو انت عايز تحدد اجتماعات تعمل زي الزوم كده بحيث ان انت تتقابلوا وتتناقشوا. فالفكره كلها في تنظيم الشغل بتاعك والملفات بتاعتك.